طبعا هذه الاحداث التي حصلت بما يخص الناشط ابو اي السعيدي المكنى بابو اي السعيدي حدثت يوم امس عندما ذهب لبلديه الشطره حسب قولي وحسب ما ثبت في الدعوه التي اقامها، يعني تفاصيلها بالمختصر ذهب لبلديه قضاء الشطره شمال محافظه ذيقار من اجل المطالبه ببعض الحقوق، وايضا قد كشف بعض ملفات الفساد حسب قوله. وعندما ذهب الى هناك وتحدث مع مدير البلديه قاموا حمايه المدير، حمايه الخاصين به والسائق، والاعتداء عليه والضرب، وشاهدوا النيوز المقطع كيف تم الاعتداء عليه والضرب. ومن ثم المقطع الاخر هو عاد الى البلديه وتجول ودخل الى مكتب المدير ولا يوجد احد. بعد انتشار المقطع وبعد الشكوى التي قدمت قاموا بنقل ابو اي السعيدي الى المستشفى هناك في الشطره، ومن ثم الى المستشفى الناصريه العام. قام محافظ ذيقار بتشكيل اللجنه، واطلعت ون نيوز على يعني النسخه من الكتاب الذي حال به مدير البلديه للتحقيق، وتم سحب يده من اداره البلديه ويكون مدير البلديات هو مدير الموقع عدنا، وحاله الحمايه ايضا تم القاء القبض عليهم وحالتهم للتحقيق، ولجنه شكلت من ديوان محافظه ذيقار ايضا. طيب متابعه الامر ومتابعه هذا الحدث، لكن الحدث الذي حصل يوم امس اثار ردود افعال نوعا ما غاضبه. نعم، دعنا نتحدث اذا عن هذه الردود.